مرحبا يا احلى نجوم، كيف حالكم؟ يا جتكم فيديو جديد، واللي هو كيف تخلون حجمكم مره كبير في بيكا اكزي او خدعه، يعني انكم تسوون حجمكم كبير في بيكا اكزي. لكن قبل بدايه هذا الفيديو لا تنسوا انكم تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لكسكم كفيديو جديد انزل على قناتي ايبا جيمر. باختصار يا جماعة، هذه الخدعة تخليكم انكم تكونوا مرة كبيرين بيكا اكزي بدون اي بدلة، بدون اي اشي يا جماعة. يعني كلكم راح تقدرون انكم تسوونها، بس لازم تسوون خطوات زيي. ويلا الحين يا جماعة بليز اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، انا كثير بحبكم يا جماعة. يلا الحين انزلوا اشتركوا في القناة، ويلا الحين خلونا نبدأ يا جماعة. هي مو ممكن يعني تضبط معكم من اول مرة زيي، يعني حاولت الين ما ضبطت معي، فانتوا راح تحاولون انكم يعني تسوونها، يعني تعيدونها، تتابعون خطوات منيح عشان تضبط معك. والحين يا جماعه خلونا نبدا. اول اشي راح تسوونه انكم تضغطون على الهاتف وتروحوا يا جماعه تغيروا يعني شخصيتكم وملابسكم. المهم بعدين راح تضغطون على المشيات هذه، راح تضغطون عليها وبعدين راح تختارون اي مشية، لكن لازم تكون يعني لما انتوا تختارون لازم تكون شخصيتكم يعني صغيره. زي مثلا هذه المشية، شوفوا يعني هذه يا جماعه، هذه المشية الحين يعني خلتني صغيره. او يمديكم كمان تسوون هذه حقت الكريسماس، فانا اختار هذه حقت الكريسماس. المهم يعني تكون شخصيتكم صغيره في هذه المشيه. انتوا لما تضغطون على هذه المشيه سوف تحفظونها يا جماعه في الشخصيات حقتكم، سيف ذس اوتفيت، وبعدين تضغطون عليها وبعدين يا جماعه راح تحفظونها. المهم فانا احفظها هنا. بعدين يا جماعه انتوا لما تحفظون عليها راح تضغطون عند تطبيق حقه الحيوانات، وراح تختارون اي حيوان يمديكم انكم تركبون عليه او انتم يعني مركبينه. فانا عندي يعني حيوانين اتوقع، اللي هو الثعلب والغزاله، فاختار الثعلب هذا الثلجي مرة حلو. والآن بعد ما جهزنا كل اشي راح اشرح لكم الطريقة بسرعة وبعدين راح نطبقها. فأول اشي انتوا راح تضغطون على يعني تغيير الشخصية. لما تضغطون يعني على شخصية راح تضغطون على أي شخصية يعني عادية، يعني تكون مشيتها عادية، يعني مشيت بيكا اكزي أصلية مو زي هذه يعني كذا صغيرة. المهم لما تضغطون عليها راح تضغطون على يعني زر الإكس، وبعدين راح تضغطون على حيوان تضغطون على زر الركوب. خلونا الحين يا جماعة يعني نطبقها. فيلا نضغط على شخصية ثانية، نضغط على حيوان والركوب، وتتتتا زي ما عم تشوفوا راح نشيل الحين الحيوان، وهيني صرت كبيرة مرة بدون أي بدلة بدون أي إشي. طبعا يمديكم تصيرون اكبر يعني مرة بكثير، لكن انا حاكتفي بهذا القدر. مرة يا جماعة حلوة، خلونا الحين خلوها اكبر اكثر. راح كمان نضغط نرجع للشخصية الصغيرة، نضغط على اكس والحيوان والركوب. واو شوفوا انا مرة عملاقة لدرجة اني ما عم اشوف وجهي. واو صراحة خدعة مرة تجنن، تخيل انكم يمديكم تسوون كمان بها اشياء مرة حلوة. خلونا الحين نجرب نركب دراجة ونشوف كيف راح يصير. واو شوفوا يا جماعة، خلينا نصدر اوكي. يا شوفوا يا جماعة الدراجة، واو مرة صغيرة الدراجة بالنسبة لجسمي، يعني كأني ما عم اسوقها ابدا. المهم يا جماعة صراحة مرة حلوة الخدعة، كثير بتجنن. واو اكتبوا تحت التعليقات اذا ضبطت معكم، اذا ما ضبطت معكم عيدوا الخطوات منيح لانه يمكن ما راح تضبط معكم من اول مرة. فتذكروا يا جماعة انتوا لازم تسوون يعني شخصية تكون صغيرة، يعني يعني المشية حقتها تكون صغيرة. وياب بس ها كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا انكم تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكسكم كفيديو جديد انزل على قناتي ايبا جيمر. وبس مع السلامة احبكم.